ازيكم يا حلوين؟ النهاردة هنعمل كيكة دقيق الذرة او البسيسة. هنحتاج حوالي 2 كوباية دقيق، 1 كوباية دقيق ذرة، 1 كوباية الا ربع سكر، 1 كوباية عصير برتقال، حوالي 3/4 كوباية زيت على سمنة. ممكن تعملوها زيت بس، ممكن سمنة بس، بس انا بحبها زيت على سمنة. حوالي 2 معلقة قشطة، ومعلقة بشر برتقال، 3 بيضات وفانيليا، وباكو بيكنج باودر. يلا بينا نشوف هنعمل ازاي. اول حاجة هتجيب العجان بتاعي وهحط فيه البيض والفانيليا. ممكن نحط برضو نقطة خل يعني، او معلقة اللي هي معلقة خل برضو بتضيع ريحة الزفارة وبتبقى حلوة. نحط البيض، تبقى برضو من الحاجات الحلوة اللي نحط الفانيليا. ونحط خل. ثانية واحدة، شوية خل صغيرين خالص كده، حوالي معلقة. ونشغل المضرب او الخلاط، او حسب انتوا حاطين بايه، ممكن مضرب البيض، ممكن الخلاط العادي، او ممكن العجان، كله بيمشي. هننزل بعد كده بالسكر وهنسيبها تتضرب حوالي مثلا 5 دقايق ل10 دقايق لحد ما نلاقي البيض والسكر بقى حجمهم بقى الضعف. هنحط السكر ونشغل بقى على سرعة عالية ونسيبهم يتضربوا. زي ما انتم شايفين كده القوام بقى بدأ يتضاعف، وبقى تحس كده بقى شبه كريمي، هي بقى لها حوالي 10 دقايق بتتضرب. بعد كده هنزل بعصير البرتقال، بس مش هنزل بيه كله مرة واحدة، هنزل بيه واحدة واحدة عشان الهواء ما يخرجش معايا من الضرب. واهم حاجة وانا بحط ان انا ما اوقفش الضرب، لا لازم الضرب يكون مستمر. بعد كده هنزل بمعلقتين قشطة بعد كده السمنة والزيت برضو هنزل بالراحة.
بشرب بخار. واسيبهم بعد كده حوالي برضه ضرب 5 دقايق. هرجع لكم بعد ما اخلص كده. تقريبا خلاص خلصنا. ثواني بس هشيل العجان وارجع لكم تاني. بعد كده هنجيب الدقيق ودقيق الذرة والبيكنج باودر، هنحطهم على بعض. زي ما قلت قبل كده الدقيق العادي لازم يتنخل قبل ما نستعمله عشان كده يفك عن بعضه ويبقى تمام. نحط بقى كله على بعضه كده ونقلبهم. بعد كده ننزل بيهم شويه شويه على الخليط بتاعنا. اهم حاجه الخليط يبقى فيه هواء، واحنا بنحط نخلي بالنا ان احنا نعمل في اتجاه واحد، ما نبقاش شويه يمين وشويه شمال وشويه قدام وشويه ورا، لا لازم يبقى في اتجاه واحد عشان الهواء ما يخرجش. بس معلقه نحط بيها، نحط بس بيها حبه حبه، انا مش هحط كله مره واحده، نحط حبه حبه عشان ما نخرجش الهواء. وهكذا لحد ما نخلص الخليط كله. انا هخلصه وارجع لكم بعد ما اخلص خالص. ده كده بعد ما خلصنا خالص زي ما انتم شايفين كده، انا قعدت اقلب فيها، حطيت دقيق شويه بشويه وبعد كده قلبتها لحد ما دي اختفى. هنبدا بقى نحطها في الصينيه بتاعتنا او القالب اللي احنا بنستعمله. انا بفضل في الكيك ديت ان انا استعمل صينيه ألمونيا، بدهنها سمنه مش زيت. نبدا نحط الخليط، شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واحده واحده بالراحه عشان ما نطلعش الهواء منها. نصب في اتجاه واحد واحده واحده. اساس نجاح اي كيك انها البيض يتضرب كويس جدا، هو ده اللي بيخليها حلوه وهشه وما تهبطش والهواء ما يخرجش منها. دي صينيه مقاسها 28، انا هحطها في فرن درجه حراره 180 من نص ساعه لساعه الا ربع، وهرجع لكم بقى بعد ما تستوي خالص. وده كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله كيكه يعني عاليه. مش عارفه الكاميرا جايبها ولا لا، يعني بصراحه حاجه ما شاء الله تحفه. هقطعها اوريكم ازاي بقى عامله ازاي من جوه. الكيك يا جماعه مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي، يعني بجد تتجنن. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفه تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، فولو معايا على الانستجرام، ولا تنسوا حاجه على الفيسبوك. باي باي.